السلام عليكم خاوتنا، صباح الخير عليكم. معكم سمورات سيسبونسيون. خاوتنا معلومة خفيفة ظريفة نفيد بها أهل الاختصاص، أهل المهنة تاعي، باه ما يخسروا لهمش. عندنا المرسيدس هذه الأو 220 هكذا خاوتنا، ليسونسيال درنا له فيريفيكاسيون، لقينا لي بيال سيسبونسيون رايحين. آمين. لي بيال هذا سيسبونسيون رايحين، زيد لقينا له لي سيلان بلوك تاع تريونجل، هذو الحبات ها لقيناهم رايح هكذا، رانا عاودناهم. ايوا ضربوا طلع مع بعض على السسبونسيو تاع المرسيدس. ايوا البيالة. ايوا ايوا طريبيه. خاوتنا الحاجة اللي راني حاب نقولها لكم، جماعة السيسبونسيو اللي خدموا لا سيسبونسيو كيما انايا، كي تجو تركبوا لي سيلان بلوك هذو تاع تريونجل، هذو الحبات لازم تركبوهم بسطح فيز. روح كمل فينيس البولون تاع تريونجل فاندو هذاك، وركب لا روتين ومونتيسور. خاوتنا ها هي الحبات تاع السيلان بلوك اللي عاودناهم، هذه الحبات زيد، وهذه الحبة. الله يبارك ليسونس اللي حاب يشري ريفيرونس مليحة، هاي وين لا ريفيرونس تاعها في الدوريجين جيرماني. هذه هي هاي وين هادو خاوتنا، كي تجو رايحين تركبو فيهم لازم تستحفظو عليهم الماكسيمو. كي تجي تركبها بلا بريس من تحت هنايا لازم دير المول تاعك مريقل، لو كان يخرج لك طرطق لك يتسيبارا. شوفوا خاوت يتسيبارا سيلان بلوك مع الالومنيوم هذا يتسيبارا، واش كاين بيناتهم خاوتنا؟ بالك هذه المعلومه قليل اللي يعرفها. هادو بين الالومنيوم هذه والسيلان بلوك كاين الزيت لداخل، هذه فيها الزيت لداخل خاوتنا، لو كان تغلط في التركه في لابريس راح طرطق لك يخرج لك الزيت، صاي راحت السيلان بلوك تاعك. هكذا خاوتنا ليسونسيال، هذه هي المعلومة خاوتنا، هذا هو السيبور دو بوا تاعها. ليسونسيال أي واحد جاي يركبهم بلا بريس، يا تورنور يا الميكانيسيا، توجور تستحفظوا في التركيب، باسكو قلت لكم فيهم الزيت هنايا، الزيت لداخل كيما السيبورات. كاين لي سيبور يجي فيهم الزيت، هادو ثاني لي سيلان بلوك يجو بينات بين سيلان بلوك والألمنيوم هادو يجو لداخل الزيت. هذه هي خاوتنا المعلومة، إن شاء الله كنا فدناكم وطلعونا في رواحكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.